والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ نكمل مع بعض شرح شابتر 6، وكنا وقفنا فيه إزاي بنرسم الفلونت، وكنا خدنا آخر حاجة رسم مسألة فلونت هيت، وطلعنا في المسألة دهيت في النهاية حاجة اسمها النمبر اوف فلوت شانل. النمبر اوف فلوت شانل اللي كنا بنديها رمز اسمه ال ان اف، وكنا طلعناها باربعة اللي هم عدد المسافات بين خطوط السريان اللي هم كانوا اربع مسافات. وكنا طلعنا برضو حاجة اسمها النمبر اوف دروب هيد. النمبر اوف دروب هيد وكنا بنديها رمز اسمه ال ان. دي اللي كان عندي في المسألة 14، اللي احنا كنا بمسافة بين خطوط تسود الجهد او تسود ضغط، وكنا بنعدهم 14 مسافة زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. نبدأ بقى ناخد الجزئية اللي بعد كده ونشرح حاجة اسمها اليوزز اوف فلو نت، استخدامات شبكة السريان. هو انا رسمت شبكة السريان ليه؟ فجوم قالوا والله احنا رسمنا شبكة السريان عشان اطلع من الشبكة ده هي اربع حاجات. اول حاجة هنبدأ نطلعها حاجة اسمها الديستشار او السيبج ديستشارج. السيبج ديستشارج حساب التصرف، حساب التصرف. ببدأ احسب التصرف اللي بنديله رمز اسمه الكيو. ببدأ احسب التصرف اللي بنديله رمز اسمه كيو وكمية المية. ومعنى كمية المية، لما جيت رسمت من شوية السد بتاعنا اهوت وادي الارض اللي هو عليها، فالميه دايما بتكون هنا المنسوب العالي وهنا منسوب الميه الواطيه. فكميه الميه اللي بتيجي من المنسوب العالي تروح للمنسوب الواطي اللي طلعت اليمه دي كميه الميه اللي انا عايز احسبها اللي هي اسمها الكيو. وبنقول كميه الميه اللي انا حسبتها دهيت اللي هي الكيو بيساوي الكي مضروب في الاتش مضروب في الان اف على الان دي. خلي بالك الان اف والان دي الاتنين دول انا مطلعهم من الرسمه اللي انا رسمتها اللي هي شبكه السريان بتاعتي، وبالتالي الاتنين دول انا بطلعهم من الرسم. يبقى النمبر اوف فلوت شانل والنمبر اوف دروب هيد كنت مطلعهم من شبكه السريان من الرسمه اللي انا رسمتها من شويه. طيب معامل النفاذيه اللي هو الكي كنت انا بطلعه بخمس طرق كنا شرحناهم قبل كده. اول طريقه اللي هي الامبيريكال، وكان الطريقه الثانيه كان في المعمل، والمعمل كان فيه طريقتين، حاجه اسمها الكونستانت هيد للتربه الخشنه والفولنج هيد للتربه الناعمه. وكنا برضو طلعناها في الموقع بطريقتين، حاجه اسمها الكونفايند اكوفاير والان كونفايند اكوفاير. طيب الاتش اللي هو فرق منسوب الماء العالي عن الواطي، الماء العالي عن الواطي ده كنا بنسميه الاتش. يبقى لما نيجي نعرف الاتش هو فرق منسوب الماء العالي عن الواطي، والكي ده معامل النفاذيه. بس في مشكله في الاتش، تعال ناخد ملحوظه عليها. لو عندنا الاتش، لو هنا سطح الارض وهنا سطح الارض، بس هنا الميه عاليه لهنا شويه وما ادانيش ميه اليمادي، وبالتالي ده منسوب الماء العالي في هنا وده منسوب الميه الواطيه اللي موجوده عندك. يبقى الفرق ما بينهم هو هيكون الاتش اللي عندي. سطح الارض في الحاله الثانيه، هنا سطح الارض عندك في اليمتين قصاد بعض بالظبط، هنا الميه العاليه اهيت وده الميه الواطيه اهيت، وبالتالي الفرق ما بينهم ده كنا بنسميه الاتش. هنا الميه الواطيه كانت ارتفعت شويه او علت شويه، وده الميه العاليه اللي موجوده عندي، فالميه الفرق ما بينهم ده اللي احنا بنسميه الاتش اللي هو فرق منسوب الماء العالي عن الواطي. طيب تعال نشوف. ببدا احسب كميه التصرف، كميه التصرف اللي انت عندك دهيت عشان اطلع عدد المضخات. عدد المضخات اللازمه للتخلص من الكيو. ما انا لسه من شويه قايل لك ان انا لو انا عندي السد اهوت ومحطوط على الارض، وهنا الميه العاليه اليمادي، فالميه بتمشي تحت الارض وبتبدا تطلع هنا بكميه ميه اسمها كيو. فكميه الميه اللي طلعت ليا هنا لو انا عايز اتخلص منها وارجعها تاني للميه العاليه، فلازم احط هنا مجموعه من المضخات. فانا لازم احط هنا مضخه، المضخه دي تسحب ليا الميه اللي طلعت ليا هنا اهوت وتبدا تطلعها ليا في قيمه الميه العاليه. فعشان احط المضخات لازم احسب عددها، عدد المضخات اللي موجود عندي. فجوم قالوا والله عدد المضخات اللي اسمه الان كابيتال بيساوي الكيو ديستشارج اللي انت طلعته مقسوم على حاجه اسمها البامب كاباستي، قدره المضخه. وقدره المضخه دهيت هي قدره المضخه اللي بتكون عندي اللي انا بشتغل بيها، وقدره المضخه اللي انا بشتغل بيها بتكون مكتوبه على المضخه اللي انت جايبها من المصنع.
والله ممكن تكون 50 متر مكعب على الساعة، ممكن تكون 80 متر مكعب على الساعة، ممكن تكون 100 متر مكعب على الساعة. وبالتالي يبقى البامب كاباست ديت انا ببدأ اشتغل بيها لو من المضخات اللي انا شاريها. وبالتالي في المسائل بتاعتنا قدرة المضخة او البامب كاباست بتكون معطى في المسألة، بتكون جيفن، وبالتالي الجزء ده بيكون جيفن. طيب خلي بالك بس كده شوية، عاد المضخات لما اقول كيو على قدرة المضخة البامب كاباستي، لو الرقم ده طلع كسر ما ينفعش، لا ما ينفعش اقول تلات مضخات ونص مثلا، او تلاتة وتلت، او تلاتة وربع، ما ينفعش. وبالتالي الرقم ده هو لازم اقربه لرقم صحيح، يبقى لازم يقرب الى رقم ايه؟ الى رقم صحيح. الرقم الصحيح ده هو بعد ما قرب لاكبر رقم صحيح، خلي بالك اكبر رقم صحيح يعني لو طلع 3.5 هاخده 4 مضخات، لو طلع 3 وتلت هاخده 4 مضخات، لو طلع 3.7 هاخده 4 مضخات، وبالتالي بقربه لاكبر رقم صحيح. الرقم اللي انا قربته ده بجمع عليه واحد، والواحد ده هو ستاند باي، مضخة احتياطي، لان المضخات ممكن تتحرق او بتاع، وبالتالي على ما اودها الصيانة تتصلح يبقى لازم يكون في مضخة احتياطي، فبنقول زائد واحد اللي هو الستاند باي. يبقى بكده اول استخدام من استخدامات شبكة السريان اللي هو التخلص من او حساب كمية التصرف. وبعد ما حسبت كمية التصرف ازاي نتخلص منها، ان انا لازم احسب عدد المضخات. تعال نشوف الاستخدام التاني، حاجة اسمها السيبج بريجر. السيبج بريجر اللي بنديله رمز اسمه البي اس، اول حرف من كلمة سيبج واول حرف من كلمة بريجر بنديله رمز اسمه البي اس، اللي هو ضغط السريان. وضغط السريان ضغط السريان عشان احسبه اللي هو السيبج بريجر، جم قالوا السيبج بريجر ده ضغط سريان، ضغط سريان الميه، وبالتالي جاي القانون بتاعها في كثافه الميه، جاما ووتر في الاتش كابتل، والاتش كابتل اللي كنت لسه بعرفها من شويه، فرق منسوب الماء العالي عن الواطي، مضروب في 1 ناقص ان سمول على الان دي على الان دي، ولان دي عدد مرات الفقد في الجهد اللي انا كنت مطلعها من شبكه السريان، فدي طالعه من شبكه السريان، ودي فرق منسوب الماء العالي عن الواطي، ودي كثافه الميه. ايه بقى حكايه الان سمول دي؟ فجوم قالوا الان سمول هي عدد مرات الفقد في الجهد، او عدد مرات الفقد في الدروب هيد لحد النقطة اللي أنت عايز تحسب عندها السيبج بريشر. يبقى عشان أحسب السيبج بريشر لازم أحسبها عند نقطة معينة، لازم أحسبها عند نقطة معينة. عند النقطة دهيت حصل كم مرة فقد في الجهد؟ ده اللي أنا عايز أحسبه اللي هو الإن سمول. فتعالى نبدأ نشوف مع بعض. لو أنا عندي المسألة اللي إحنا كنا شرحناها من شوية أهيت، وكنا رسمنا شبكة السريان بتاعتها، ولو أنا عايز أحسب السيبج بريشر عند نقطة هنا اسمها النقطة رقم إيه؟ ونقطة تانية هنا اسمها النقطة رقم بي، يبقى عشان احسب السيبج بريشر عند النقطة رقم ايه وبعد كده ارجع احسبها عند النقطة رقم بي واطبق في القانون، فكنت بقول لك من شوية القانون كان بيقول ان السيبج بريشر البي اس بيساوي الجاما ووتر مضروب في الاتش مضروب في 1 ناقص الان سمول على الان دي. طيب كل حاجة انا عارفها ما عدا الان سمول، يبقى ال n سمول كنت بعرفها عدد مرات الفقد في الجهد لحد النقطه اللي انت عايز تحسبها. فلازم اطلع ال n سمول عند النقطه رقم ايه وال n سمول عند النقطه رقم بي. فهاجي اقول لك لو انا حسبت النقطه رقم ايه، النقطه رقم ايه اهي، حصل كم مره فقد في الجهد لحد النقطه رقم ايه. خلي بالك الميه ماشيه منين، الميه جايه من منسوب الارض العالي او الميه العاليه، فماشيه في هذا الاتجاه، الميه ماشيه في هذا الاتجاه، وبالتالي وهي ماشيه لحد ما وصلت للنقطه رقم ايه فقدت ضغط او جهد كم مره؟ هتيجي تقول لي ادي مره، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. اذا ال ان ايه عند النقطه رقم ايه او ال ان عند النقطه رقم ايه 4 مرات فقد في الجهد. طيب لحد ما توصل للنقطة رقم بي حصل فقد كم مرة؟ ادي 1 2 3 4، ادي 5 ادي 6، ادي 7 8، لحد الخط ده 8. بس مش هي مش على الخط ده، ده هي اكبر منها شوية، فنبدأ نجيب الشوية دول بقى بالنظر، يعني نقدر نقول الشوية دول تقريبا نص الباكية كلها، نقدر نقول 8.5. يبقى عدد مرات الفقد في الجهد عند النقطة رقم ايه 4، وعدد مرات الفقد في الجهد عند النقطة رقم بي
ب 8. هناخد الرقمين الاثنين دول على طول ونبدا نطبق في القانون بتاعهم. يبقى ال ان ايه عند او البي اس السي بيش بريشر عند نقطه رقم ايه، هقول جاما ووتر في الاتش، ده جاما ووتر انت عارفها رقم واحد او بواحد، والاتش ده بتاعت المساله واحد ناقص ال ان سمول عند نقطه رقم ايه ب 4، والنمبر اوف دروب هيد كان 14. نفس الكلام اطبق عند النقطه رقم بي 8.5 على 14، فنقدر نجيب السيبج بريشر عند النقطة رقم ايه والسيبج بريشر عند النقطة رقم بي. طيب وادي المسألة بتاعتي. تعال نبدأ كده نشوف رقم الخطوة رقم 3. لو انا جيت حبيت احسب حاجة اسمها الابليفت، الابليفت اللي هو قوة الدفع الاعلى، يبقى الاستخدام الثالث بتاع شبكة السريان اللي انا رسمتها دهيت اللي انا رسمتها، حبيت ارسم او احسب الابليفت. يعني ايه ابليفت؟ قوه دفع الاعلى. يعني ايه قوه دفع الاعلى؟ الميه وهي ماشيه تحت التربه اهيت او تحت في التربه تحت السد، ممكن ترفع السد ده، السد ده هو ممكن ترفعه لاعلى وتاخده وتطلع لفوق. يعني ممكن الميه تاخد السد ده وتطلع لفوق. طيب هل السد هيطلع لفوق ولا لا؟ فيبقى لازم ابدا احسب او اشوف هل هيحصل ابليفت ولا لا. فجوم قالوا عشان نشوف الكلام ده يتم حساب السيبج بريشر، لازم احسب السيبج بريشر اللي انا لسه حاسبه من شويه، بس عند بدايه ونهايه القعده لازم ارسم السيبج بريشر او احسب السيبج بريشر على القعده اللي القعده بتاع السد معرضه له. يعني عند بدايته هنا نقطه هنا، وعند نهايته في نقطه هنا. طيب يبقى عند النقطه رقم ايه لازم احسب السيبج بريشر، النقطه ايه النهارده عند بدايه القعده، وعند النقطه رقم بي والنقطه بي برضه عند السيبج بريشر. طيب فجوم قالوا بسيطه، ما انا عند النقطه رقم ايه اقدر احسب الان سمول، والنقطه رقم بي برضه اقدر احسب الان سمول. فتعالى كده نحسب الان سمول بتاع النقطه رقم ايه. هتيجي تقول لي ادي حصل مره فقد في الجهد، ادي كمان مش مره كامله، او نقدر نقول كمان مره، ادي مره، ونقدر نقول 2.5 حصل تقريبا 2.5 مره، الى حد ما ماهيش واضحه ان هي 2.5 هنا، بس نقول 2.5 عشان الارقام اللي جايه. طيب يبقى لو اتكلمنا عند النقطة رقم بي هتيجي تقول لي ادي حصل مرة، ادي 2 3، ادي 4، ادي 5 6 7 8 9 10 11، 11 نقول 12، 12 على اساس ان هي الخط ده بيلف ويجي عند النقطة رقم بي، وبالتالي قدرت احسب عدد مرات الفقد في الجهد عند نقطه رقم بي وايه، واخد الرقمين الاثنين دول ونطبق فيهم السيبج بريشر عند نقطه رقم ايه والسيبج بريشر عند نقطه رقم بي. هقول هنا 2.5 على 14 وهنا 12 على 14. وخلي بالك السيبج بريشر عند النقطه رقم ايه بقول 1 ناقص 2.5 على 14، فالرقم ده هو هيكون رقم كبير. اما 1 ناقص 12 على 14، 12 على 14 ده رقم كبير، لما تروح من 1 يبقى يصغر شويه، وبالتالي الرقم ده هيكون صغير، وبالتالي السيبج بريشر عند النقطه رقم ايه هيكون اكبر من السيبج بريشر عند النقطه رقم بي. فجوم قالوا يبقى ادي السد اللي موجود عندك اهوت، ادي النقطه رقم ايه وادي النقطه رقم بي، ادي قيمه السيبج بريشر عند النقطه رقم ايه وده قيمه السيبج بريشر عند النقطه رقم بي. بدات ارسم الضغط اللي موجود عندك وبيطلع شبه منحرف بهذا الشكل. فجوم قالوا والله بسيطه، يبقى محصله القوه، يبقى ده ضغط، ده اسمه سيبج بريشر. محصلة القوة بتاع الضغط ده هو او شبه المنحرف بتاع الضغط، تعال نسميها اف، ونركز شبه المنحرف دوت ونجيب القوة اف دي. فتيجي تقول لي ده القوة، ده القوة جاي عشان اجيبها من ضغط لازم اضرب في المساحة. طيب المساحة بتاع شبه المنحرف ده عبارة عن ايه بقى؟ هتيجي تقول لي مساحة شبه المنحرف. طب مساحة شبه المنحرف عبارة عن ايه يا عم؟ ما هي القاعدة المتوسطة اللي الطول ده اللي هو السيبج بريشر عند نقطة رقم ايه، زائد الطول ده اللي هو السيبج بريشر عند نقطة رقم بي، على 2 هجمعهم واقسم على 2 في الارتفاع، في الارتفاع للمسافة ما بين ايه والمسافة ما بين بي. يبقى اقول الاف البي اس عند ايه زائد البي اس عند بي على 2، ده القاعده المتوسطه في المسافه ما بينهم، المسافه ما بينهم اللي هو من نقطه رقم ايه للنقطه رقم بي، المسافه دهيت تعالى نقول اللي هي اسمها ال، الطول اسمه ال، وبالتالي هضرب في ال. طيب يبقى السد من تحت معرض لقوه اسمها اف،
اللي بتخليه او بتحاول ترفعه لفوق. السد ده هل هيطلع ولا لا؟ هل هيترفع لفوق ولا لا؟ يبقى ايه اللي هيقاوم؟ اللي هيقاوم الاوزان اللي على السد من فوق، اللي على القاعده المعرضه للقوه اف. طب القاعده ده هي معرضه لايه؟ لوزن السد اللي عندي. طب وزن السد، ما انا ممكن احسبه. تقدر تقول لي وزن السد اي وزن بيساوي الجاما في الفوليوم. كثافه السد ده كثافه خرسانه، وكثافه الخرسانه دايما ب2.5 طن على المتر المكعب، او ب25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. يبقى 2.5 طن لو هقول طن على المتر المكعب، او ب25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. يبقى 2.5 طن على المتر المكعب، او 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. طيب المهم الكثافه ديت نقدر ناخدها ب2.5 او ب25، وبيكون مدالي في المساله. في الفوليوم، هو الفوليوم بيساوي الجاما في شريحه 1 متر، لان السد ده مستمر اليمادي الى ما لا نهايه. فجوم قالوا تعالى نبدا ندرس شريحه 1 متر، والشريحه ده هي اللي هي 1 متر، لو هي سيف يبقى الشريحه اللي بعدها هتكون سيف، واللي بعدها هتكون سيف، وهكذا. طيب مساحه السد ده بقى كام؟ تقدر تحسب لي المساحه بتاع الشكل ده؟ اقدر احسبها. ما هو ده الشكل بتاع السد دوت، اقدر اقسمه. يبقى ده هو ده مستطيل طويل اهوت، مفيش مشكله، وده مساحه شبه المنحرف، وبالتالي هجمعهم مع بعض عشان اجيب المساحه بتاع السد اللي عندي، هضربها في الكثافه في شريحه 1 متر عشان احسب الوزن اللي عندي. فجوم قالوا من الاثنين دول اقدر احسب حاجه اسمها معامل الامان، او الفاكتور اوف سيفتي. الفاكتور اوف سيفتي معامل الامان، معامل الامان دايما بيساوي المقاوم على المسبب. انت عايز تشوف امان ايه؟ امان السد ده، يبقى اللي هيقاوم هو مين؟ اللي هيقاوم هو وزن السد، يبقى دبليو على اللي هيسبب الدفع الاعلى. اللي هيسبب الدفع الاعلى هو القوه اف. يبقى هبدا اشوف الفاكتور اوف سيفتي اللي هو الدبليو على الاف، هشوف هو اكبر من الواحد ولا اصغر من الواحد. اصل لازم يكون اكبر من او يساوي واحد عشان اقدر اقول ان السد سيف. سيف بس بالنسبه للابليفت اللي انا ببدا ادرسه. يبقى هقول تشيك على الابليفت، يبقى لازم اعمل واحسب الفاكتور اوف سيفتي اللي بيساوي دايما المقاوم اللي هو وزن السد على المسبب. المسبب اللي هو الاف اللي عندي، اللي لازم دايما يكون اكبر من الواحد عشان اقدر اقول سيف ولا انصيف. طيب تعال نبدا نشوف الاستخدام الرابع بالنسبه لشبكه السريان، ان انا من خلاله اقدر احكم على المساله بتاعتي هل هيحصل فيها فوران او بايبنج ولا لا. فجوم قالوا والله بسيطه، ادي الفوران او المساله اللي موجوده اللي احنا رسمناها. وفكرك بحاجه، المايه كانت جايه من هنا ماشيه تحت السد افقي، وهي طالعه انا بدرس الفوران اثناء خروج الميه او اثناء سريان الميه لاعلى. لما الميه وهي طالعه فوق اهيت، ممكن تاخد الحبيبات اللي هنا تاخدها وتطلع لفوق. فانا عايز اشوف الميه وهي طالعه، هل هتاخد الحبيبات اللي هنا وتطلع لفوق ولا مش هتطلع لفوق؟ فده الكلام اللي انا عايز ابدا ادرسه، اللي هو البايبنج او الفوران. فجوم قالوا يا عم عشان اشوف الفوران لازم احسب حاجه اسمها الاي كريتيكال، اللي هي اللي التربه تقدر تشيله، الميل الهيدروليكي اللي التربه تقدر تشيله. فالاي كريتيكال اللي هي الجاما سبمرجد على الجاما ووتر، او اللي كانت بتساوي الجي اس ناقص 1/1 = E. فما فيش مشكله في دول خواص التربه اقدر احسبه. ولازم احسب الاي، الميل الهيدروليكي فعلا بقى بتاع التربه اللي عندي. فجوم قالوا الاي هي الاتش على ال، بس النهارده نقدر نقول الدلتا اتش على ال مينيمم. الدلتا اتش اللي هو مقدار التغير او الفقد في الجهد. يعني لما الميه مشت من خط الجهد ده راحت لخط الجهد دهوت وهي ماشيه فقدت جهد، تعال نقول اسمه دلتا اتش. يبقى الشويه دول اسمهم دلتا اتش، والشويه اللي قبلهم الشويه دول اسمهم دلتا اتش، واللي قبلهم اسمهم دلتا اتش، واللي بعدهم اسمهم دلتا اتش. يبقى مقدار الفقد في الجهد دول اسمهم دلتا اتش، اقدر احسبهم. والال مينيمم اقدر احسبه. فتعالى نبدا نعرف الدلتا اتش. هتيجي تقول لي يا باشمهندس ما انت عندي الجهد كله او الضغط كله كان اسمه اتش، اللي هو فرق منسوب الميه العاليه عن الواطي، وعندي عدد مرات الفقد في الجهد كان 14، كم مره فقد جهد 14؟ فانا ممكن اجيب قيمه او احسب قيمه الفقد في الجهد لمره واحده.
يبقى عدد مرات الفقد في او قيمه الفقد في الجهد اللي هو دلتا اتش بيساوي الاتش كابيتال الجهد كله مقسوم على عدد مرات الفقد في الجهد اللي هو الان دي اللي هو كان في المساله بتاعتي 14، والاتش دي في المساله اقدر احسب مقدار الفقد في الجهد. طيب يبقى قدرت احسب دلتا اتش. تعالى نيجي نشوف كده ازاي نحسب ال مينيمم. فبجوم عرفوا ال مينيمم هي ايه؟ هي مسافه راسيه بين اخر خطين تساوي جهد وتقاس من المساله. تعالى كده نشوف مسافه راسيه بين اخر ايه؟ خطين تساوي جهد. طيب ده الخط اللي قبل الاخير بتاع تساوي الجهد، وده الخط الاخير. المسافه الراسيه الملاصقه للمنشا اللي هي لو كملت دي كده يبقى المسافة من اول هنا لحد هنا هوت، يبقى المسافة دهيت اللي هي بنسميها ال مينيمم. يبقى المسافة بين الخط ده والخط ده هوت الملاصقة للمنشأ على طول، الجزء الصغير ده هوت اللي انا واقف فيه ده هوت، اللي انا لو شاورت عليه اقدر اقول الشوية دول اللي انا بسميهم ال مينيمم، دول بنقول عليهم ال مينيمم اللي انا بقيسها من المساله بتاعتي، لان راسم مسالتي بمقياس رسم. يبقى دول قدرت احسبهم، هقسمهم على بعض عشان اجيب الاي اللي عندي. يبقى الاي كريتيكال اللي موجود عندك، وكنت قلنا قبل كده لو الاي اكبر من الاي كريتيكال هيحصل بايبنج، لو الاي اصغر من الاي كريتيكال مش هيحصل بايبنج، لو بيساوي بعض كنا بنقول جاست بايبنج. طيب لو انا حبيت اطلع معامل الامانه والفاكتور اوف سيفتي، هاجي اقول لك ده خاصيه من خواص التربه اللي التربه تقدر تشيله، فده اللي هيقاوم، وده اللي جاي من المساله جاي من سريان الميه اهو، يبقى ده اللي هيسبب. يبقى اللي فاكتور اوف سيفتي دايما بيساوي المقاوم اللي هو الاي كريتيكال على المسبب اللي هو الاي اللي لازم يكون اكبر من او بيساوي واحد عشان اقول ان المساله اللي موجوده عندك سيف ومش هيحصل بايبنج او فوران. طيب تعالى كده نشوف اكزامبل اتنين. لو انا عندي شيت بايل بهذا الشكل، والشيت بايل ده حاجز وراه منسوب ميه اهوت، وهنا كمان منسوب ميه في المنسوب في 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 واطي. طبعا المسافه من هنا لحد منسوب الميه هنا المسافه دي كنت بسميها الاتش، ده الضغط اللي انا هبدا الميه تمشي من المنسوب العالي للمنسوب الواطي تحت تاثيره. والمساله بتاعتي دهيت النهارده بنسمي المنشأ بتاعي مش سد بقى، بنسمي المنشأ ده شيت بايل وول، يبقى بنسميه ستارة معدنية. يبقى الستارة المعدنية او الشيت بايل وول ادي المسألة بتاعتها، ده النوع التاني من المسائل اللي انا هبدأ اتكلم عليه. فتعالى نبدأ نشوف كده، لو انا حبيت ارسم المسألة دهيت او ارسم لها شبكة السريان، فكلنا عارفين شبكة السريان كان في خمس خطوات او ثلاث خطوات. اول خطوة برسم مسألة بمقياس رسم، فباخد المسألة دي كده هوت وبرسمها بالابعاد اللي هو بيديها لي في المسألة او في الامتحان بمقياس رسم مناسب. الخطوة الثانية برسم خطوط السريان، وكلنا عارفين ان خطوط السريان لها خواص، اول خاصية ان اول خط سريان ملاصق للمنشأ، يبقى المية هتيجي تمشي ملاصقة للمنشأ اهوت الخط الاخضر ده هوت، يبقى ده اول خط سريان اللي دايما جاي من المنسوب العالي رايح للمنسوب الواطي. طيب اخر خط سريان ملاصق للطبقه الغير منفذه، ده اخر خط سريان. طيب ما بين اول خط واخر خط في خطوط ثانيه، ما انا قلت لك عدد خطوط السريان ما يقلوش عن الخمسه، فده ادي واحد وادي اثنين، فاضل ثلاث خطوط ثانيين، فكنت بقيس المسافه من هنا لهنا واقيس المسافه دهيت ونبدا نقسمها على اربع اجزاء عشان ابدا اجيب مكان الخط الثاني والتالت والرابع وهكذا. وتيجي تقول لي انا اقدر ارسم من النقطه ديت خط، ادي الخط دوت اللي هو هيكون تقريبا موازي للخط اول خط، النقطه الثانيه هيمر بقى خط ثاني ادي الخط الثاني، النقطه الثالثه هيمر بقى خط ثالث ادي الخط الثالث او الخط الرابع، وده الخط رقم خمسه. تعالى كده نرسم الخطوة الثالثة خطوط تساوي الجهد، وكنا بنقول أول خط تساوي جهد ملاصق للأرض في المية يمة المية العالية، ده أول خط تساوي جهد. أول آخر خط تساوي جهد ملاصق للأرض يمة المية الواطية، فده آخر خط تساوي جهد. ما بين أول واحد ده وما بين آخر واحد ده هوت في خطوط تانية لتساوي الجهد، اللي عشان أرسمها لازم
اكون مربعات. يبقى تعالى نيجي نرسم كده اول تاني واحد، ادي واحد اهوت الى حد ما المنطقه دي مربع، وده مربع وده مربع، اللي بعده ده مربع وده مربع وده مربع، اللي بعده وهكذا اهوت. وزي واحد يجي يقول لي يا باشمهندس ما ده مش مربع ولا دي مربع حاجه، اقول لك ما انا لو صغرت المسافه او لو كترت خطوط السريان، ده خط وده خط وده خط وده خط وده خط، لو كترت خطوط السريان وعملت خط سريان اليمادي او هنا اهوت، هتيجي تقول لي المنطقه دي اتحولت لمربعات اهيت، وبالتالي هتعتمد على الدقه. المهم نبدا نكمل بقى رسم خطوط السريان او خطوط تساوي الجهد اللي موجوده عندك بهذا الشكل. وبعد ما رسمت خطوط تساوي الجهد نقدر نعد المسافه بين او المسافات بين خطوط السريان، ادي مسافه ما بين خط السريان وخط السريان، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته. المسافات بين خطوط تساوي الجهد اقدر اعدهم طلعوا 12، وفي النهايه اقدر اطلع حاجه اسمها النمبر اوف فلوت شانل اللي عندي 4، والنمبر اوف دروب هيد اللي عندي في مسالتي 12 مره حصل فقد في الجهد. يبقى ده ادي المساله بتاعت الشيت بايل اللي اقدر على نفس المساله دهيت اطبق عليها الاستخدامات بتاعت الفلونت. وبالتالي اول استخدام كنت بجي اقول لك السيبج ديسشارج اللي انا بحسب فيه منه الكيو اللي هو التصرف، واقدر اجيب الكيو اللي هو الكي في الان اف او في الاتش على مضروب في الان اف على الان دي، واقدر اطبق في القانون عشان اطلع قيمه الديسشارج ما فيش مشكله. اقدر برضو اجيب السيبج بريشر اللي القانون بتاعها بيقول ان البي اس بجاما ووتر في الاتش مضروب في 1 ناقص الان سمول على الان دي، وكنت عرفت الترمات بتاعه المعادله ديت. تعالى نبدا بقى نتكلم على الاستخدام الثالث اللي هو الابليفت. الابليفت الدفع الاعلى. فجوم قالوا ايه؟ ببدا احسب السيبج بريشر في مسألة السد، بحسب على عند بداية ونهاية القاعدة بتاع السد. النهاردة لما يكون عندي مسألة الشيت بايل بحسب السيبج بريشر عند بداية ونهاية جزء من التربة. خلي بالك ايه؟ جزء منين؟ من التربة يقع في الداون ستريم، واقع في حتة في الداون ستريم يعني مثل المية الواطية، على مسافة دي على 2 من السطارة المعدنية. تعال كده نشوف الموضوع ده. ولو انا عندي ادي المسألة بتاعتي اهيت، فانا هبدأ عشان اعمل تشيك على الابليفت او ادرس هيحصل ابليفت ولا لا، فبدرس التربة في المنطقة دي، ده منطقة الداون ستريم في المنطقة اللي انا بشاور عليها دي. وجوم قال انا بدرس المنطقة دهيت، الطول ده هوت اللي هو عمق الشيت بايل جوه التربة، المسافة دهيت دي اللي انا بسميها المسافة دي. بدرس بقى التربة مش كلها، ده انا بدرس مسافة اسمها دي على 2، يبقى المنطقة المستطيلة اللي انا رسمه دهوت اللي العمق بتاعه جوه التربة اللي هو عمق شيت بايل اسمه دي، يبقى نص المسافة بتاعتك دي اللي انا بدرسها. طيب يبقى عايز احسب السيبج بريشر نقطة هنا في البداية بتاعت المستطيل ده وفي النهاية بتاعت المستطيل دوت عشان ابدا اطلع او احسب عند نقطة رقم ايه واحسب السيبج بريشر عند نقطة رقم بي. طيب يا عم ما تيجي تقول لي ما انت راسم المساله بتاعتك بمقياس رسم، اقدر اشوف المسافه دي كام وابدا اخد نصها واكررها اليمادي، ونبدا نرسم بقى او نحسب السيبج بريشر عند نقطه رقم A والسيبج بريشر عند نقطه رقم B، وابدا ارسم او ارسم الضغط شبه المنحرف بتاع اللي بيمثل الضغط، واقدر احسب المساحه بتاعته عشان اجيب القوه الاف، وابدا اقول والله من الاف دهيت ده اللي هتسبب ابليفت للتربه اليمادي اللي هيقاوم هو الوزن بتاعها، وبالتالي اقدر احسب الكلام. تعالى نطبق الكلام ده على المساله بتاعتي. يبقى ادي المستطيل التربه اللي موجوده عندك، ادي القوه اللي عليها، وادي القوه اف اللي هي الابليفت اللي جايه من السيبج بريشر عند النقطه رقم A نقطه في البدايه وعند النقطه رقم B اللي هي نقطه في النهايه. اقدر بقى اطبق الكلام ده ونبدا نشوف السيبج بريشر عند النقطه رقم A والسيبج بريشر عند النقطه رقم B. اقدر اجيب الان سمول عند النقطه رقم A، اعد عاد كم مره حصل فقد في الجهد وكم مره حصل فقد في الجهد عند نقطة رقم B، واحسب السيبج بريشر عند نقطة رقم A والسيبج بريشر عند نقطة رقم B. طيب مفيش مشكلة. يبقى الاف يبقى مساحة شبه المنحرف اللي هي القاعدة المتوسطة في الارتفاع، والمسافة ما بينهم كانت اسمها دي على 2. الجاما هي او الوزن هو عبارة عن الجاما في الفوليوم، واتفقت في النهاية ان انا باخد شريحة 1 متر، باخد شريحة 1 متر اهيت، يبقى هقدر اقول الجاما في الاريا. الجاما في الاريا بتاعت المستطيل بتاعت المستطيل اللي موجوده عندي ده هوت، الجاما بتاعت السويل ابدا ابص الاقيها تحت الميه، ف
فببدا اخد، لان ببدا اشتغل على كثافه التربه. المره اللي فاتت كنت باخد كثافه السد، وكثافه السد كانت من الخرسانه اللي باخدها 2.5 طن على المتر المكعب او 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. النهارده باخد كثافه التربه، كثافه التربه اللي هي تحت الميه اللي لازم، اللي بيديها لي كثافه مشبعه، يبقى انا هبدا اشتغل عليها جاما سبمرجد في مساحه دي. هي مساحه دي كام يا عم؟ ما هو المسافه الرأسيه دي كانت اسمها الدي، والمسافه ديت كانت اسمها دي على 2، يبقى المساحه دي في دي على 2، وبالتالي اقدر اقول المساحه اللي موجوده او جاما سبمرجد مضروب في المسافه او المساحه اللي هي الدي مضروب في الدي على 2. حسبت الوزن، حسبت القوه اف، لو قسمتهم على بعض ده اللي هيقاوم وده اللي هيسبب، اقدر اطلع معامل الامان اللي لازم يكون اكبر من او يساوي 1 عشان اقول المساله بتاعتي سيف. طيب تعالى نبدا نشوف الاستدام الرابع، البايبنج. والبايبنج كالعاده لو انا خدت المنطقه في الداون ستريم اهيت واتكلمنا عليها، يبقى لازم عشان ابدا ادرس السريان ليه او البايبنج، ببدا ادرس البايبنج اثناء خروج الميه او خروج الميه، يعني الميه طالعه لفوق، لان الميه وهي طالعه لفوق قلت لك الحبيبات بتاع التربه اللي هنا ممكن تتحرك لاعلى، وده اللي اسمه الفوران. فعشان اعمل الكلام ده لازم احسب الاي كريتيكال، خاصيه من خواص التربه اللي هي جايه من خواص التربه، يبقى جاما سبمرجد على جاما ووتر او جي اس ناقص 1 على 1 زائد الاي. ونقدر نحسب الاي اللي هو دلتا اتش على ال ال مينيمم، ودلتا اتش كنت بقدر اقول لك مر قبل كده اللي هي الاتش كلها مضروبه على ال ان دي على مرات الفقد في الجهد، عشان اجيب مقدار الفقد في الجهد. واقدر اجيب ال ال مينيمم، وال ال مينيمم المسافه الرأسيه بين اخر خط تساوي الجهد وتقاس من الرسم، ادي خط اخر خط تساوي جهد وادي الخط اللي قبل الاخير. فلو قست المسافه دهيت ما بينهم، المسافه ديت اللي انا بسميها ال ال مينيمم، يبقى الشويه دول اللي احنا بنسميهم ال ال مينيمم اللي عندي في المساله. لو قستها من المساله اقدر اطبق في القانون بتاعي واقدر اجيب الاي اللي عندي، وابدا اقول والله يا قيمه الاي اكبر من الاي كريتيكال يبقى هيحصل بايبنج، لو الاي اصغر من الاي كريتيكال مش هيحصل بايبنج، نو بايبنج. ونقدر نحسب الفاكتور اوف سيفتي او معامل الامان اللي هو المقاوم بتاع التربه اللي هو الاي كريتيكال على المسبب اللي هو الاي نتيجه سريان الميه، اللي لازم يكون اكبر من او يساوي 1 عشان اقول المساله بتاعتي بتكون سيف. وبالتالي يبقى عشان اقول سيف يبقى لازم يكون معامل الامان اكبر من الواحد. طيب تعالى كده نشوف، لو انا عندي التربه ان ايزوتروبيك سويل، يعني ايه ان ايزوتروبيك سويل؟ تعالى كده نعرفها، هي تربه تختلف خواصها في جميع الاتجاهات، يعني لو الميه مشيت في الاتجاه الافقي، لو الميه ماشيه في الاتجاه الافقي خواص التربه هتتغير لو الميه ماشيه في الاتجاه الرأسي. ده معناه يبقى خواص التربه في الاتجاه الافقي هتتغير وفي اثناء مرور الميه في الاتجاه الرأسي. طيب يبقى تختلف التربه خواصها في جميع الاتجاهات. طيب بمعنى تاني ان معامل النفاذيه في الاتجاه الافقي ما بيساويش، لا يساوي معامل النفاذيه في الاتجاه الرأسي. ده بنسميها ان ايزوتروبيك. ايزوتروبيك، كلمه ايزوتروبيك سويل مش ان بقى، ايزوتروبيك سويل، يبقى معامل النفاذيه ده بيساوي معامل النفاذيه ده. وبالتالي نقدر نقول لو انا مديك في المساله معامل النفاذيه في اتجاه الافقي لا يساوي معامل النفاذيه في الاتجاه الرأسي، في مشكله. فجوم قالوا ايه؟ المساله وانا بحلها هتختلف في جزئين، يبقى وانا بحل المساله بتاعتي هيحصل اختلاف في حتتين بس او في جزئين بس. تعال نبدا نشوف اول جزء بتقول ايه. يتم رسم المساله، هرسم مسألتي، بس قبل ما تيجي ترسمها بيجي يقول ايه؟ يتم ضرب الابعاد الافقية، الابعاد الافقية بتاع المسألة في الفاكتور ده، الفاكتور ده اللي هو قيمة الجذر التربيعي للكي زد على الكي اكس، معامل النفاذية في الاتجاه الرأسي على معامل النفاذية في الاتجاه الافقي، واقسمهم على بعض واجيب قيمة الجذر بتاعتهم وهجيب الفاكتور ده هوت. الفاكتور اللي هيطلع هنا باخده اضربه او اضرب فيه جميع الابعاد الافقيه، يبقى المساله او اول جزئيه او اول اختلاف بيقول ايه؟ هرسم مسالتي بس قبل ما ترسمها يتم ضرب الابعاد الافقيه في الفاكتور اللي انت طلعته. الجزئيه الثانيه جوهم قالوا ان وانت بتحسب التصرف الكيو بيساوي الكي، بس النهارده حاجه اسمها الكي داش،
في الاتش، في الان اف على الان دي، الان اف والان دي ما انت بتطلعهم من الرسمه، والاتش فرق منسوب الضغط المائي العالي عن المائي الواطيه، بس الكي داش ما هوش الكي لان الاثنين دول بيختلفوا عن بعض، ما هوش بيساوي رقم واحد، فجوهم قالوا الكي داش هو المتوسط بتاع الكي اكس والكي والكي زد، واحد قيم المتوسط كان الجذر التربيعي لحاصل ضربهم، يبقى الجذر التربيعي لحاصل ضربهم ده نسميه قيمه الكي داش، والكي داش هاخدها احطها عندي في القانون اللي عندي عشان اجيب حاجه اسمها ديستشارج او الكيو. طيب يبقى دي ما فيش مشكله، ده في الابلكيشن بتاعه الفلونت اقدر احسب معامل النفاذيه المتوسط اللي عندي واسميه الكي داش، والكي داش الجذر التربيعي للكي اكس والكي زد. بس تعالى نبدا نشوف الجزئيه الثانيه ديت اللي هو الجذر التربيعي للكي زد والكي اكس ازاي بنعملها. فجيت قلت لك ايه رايك لو انا خدت سد اهوت العرض ده متر ونص من تحت 3 متر، عرض السد كله 20 متر، هنا الارتفاع بتاع القاعده بتاع السد متر ونص، المسافه منسوب الميه العالي هنا عن سطح الارض كان 8 متر، والارض هنا والطبقه الغير منفذه تحت كانت 7 متر، ومديك معامل النفاذيه في اتجاه الراسي الكي زد ب 2 في 10 اس ماينس 3، ومعامل النفاذيه في اتجاه الافقي الكي اكس 4 في 10 اس ماينس 2. اجي اقول لك الكي زد والكي اكس ما بيساووش بعض، فالتربه اللي عندك لازم تكون ان ايزوتروبيك. وان ايزوتروبيك عشان ارسم مساله المساله دهيت وارسم لها الفلونت، فجيت قلت لك ببدا اضرب الابعاد الافقيه في قيمه الفاكتور اللي هو الجذر التربيعي للكي زد على الكي اكس، ولما اقسم الاثنين دول على بعض واخد الجذر التربيعي لهم اجيب في الفاكتور بتاعك يطلع 0.22. 0.22 معناه ان اي مسافه افقيه يبقى الرقم ده هو اللي هو 1.5، مش هرسمه 1.5، لا ده انا هرسمه 1.5 بس مضروب في قيمه الفاكتور بتاعك اللي هو 0.22. الطول ده 3 متر برضه مش هرسمه 3 متر كله، ده انا هرسمه 3 متر مضروب في الفاكتور ده 0.22. ال 20 مش هرسمهم 20، لا ده انا هرسمهم 20 مضروب في الفاكتور ده 0.22. والمسافات الرأسيه ثابته زي ما هي مش هتتغير، كل اللي هيتغير ال 1.5 ده مش هيبقى 1.5، ال 3 مش هتبقى 3، ال 20 مش هتبقى 20. ولما اضرب ال 1.5 في الفاكتور بتاعي وال 3 في الفاكتور بتاعي وال 20 في الفاكتور بتاعي يبقى اطلع ابعاد جديده، يبقى الرقم ده هو هرسمه 0.33، الرقم دوت هرسمه 0.66، الرقم ده هرسمه 4.4، والابعاد الرأسيه خلي بالك هي ثابته ما اتغيرتش، يبقى ادي المساله اللي انا هبدا ارسمها وارسم لها الفلونت بتاعتها عشان ابدا احسب او ارسم شبكه السريان اللي منها نبدا نطلع الخمس حاجات بتوعنا اللي احنا كنا بنطبقهم عليها، اللي هي السيبج ديستشارج والسيبج بريشر والابليفت والبايبنج. تعالى كده نشوف اكزامبلز متنوعه. لو انا عندي سد اهوت بس موجود على طبقه هنا غير منفذه وهنا تحت طبقه برضو غير منفذه وما بينهم طبقه منفذه، يبقى المنطقه دي طبقه منفذه اللي انا راسم فيها شبكه السريان بتاعتي، ده منسوب المياه العاليه وده منسوب المياه الواطيه، فاول شبكة او اول خط سريان هيكون ملاصق للطبقة الغير منفذة بقى النهاردة مش ملاصق للمنشأ، اخر خط سريان ملاصق للطبقة الغير منفذة تحت، ما هنقيس المسافة ما بينهم ونقسمها ونحسب خط سريان التاني والتالت والرابع، ونبدأ نرسم اول خط تساوي جهد اهوت وده اخر خط تساوي جهد اهوت، ما بين اول خط تساوي جهد واخر خط تساوي جهد هبدأ ارسم خطوط عمودية على خطوط السريان وارسم مربعات عشان ابدأ ارسم شبكة السريان اللي منها اقدر اطلع حاجة اسمها الـ NF والـ ND. مسألة تانية، لو انا عندي ماسورة بهذا الشكل ماسورة صرف اقدر ارسم بقى شبكة السريان بتاعتها وهتكون بهذا الشكل. طبعا الاشكال دي صعب ان هو يجيبها لنا في الامتحان عشان كده مش هنشرحها كتير. لو انا عندي شبكة السريان او سد بهذا الشكل في رجل تحت بنسميها الكي، بنسميها الكي او المفتاح الكي اي واي، لو في عندي كي في المسألة فدي بتكون شبكة السريان بتاعتها منظرها بهذا الشكل. طبعا لو لاحظت ان انا عندي هنا في خطوط سريان كتيرة ما فيش مشكلة، برضو الرسومات ديك منها رسومات جاهزة، اول خط سريان اللي هو الملاصق للمنشأ تماما ما بيكونش مرسوم او مش واضح ان هو رسمه بس لازم يكون موجود، واخر خط سريان برضو الملاصق للطبقة الغير منفذة برضو واضح ان هو
مش مرسوم، بس بياخدوا معاه في الحسابات على اساس ان هو ما بيرسمهوش، على اساس ان دي طبقه موجوده، واخر خط برضو طبقه او اول خط برضو الخط بتاعها موجود. دي برضو مساله سد تحتها شيت بايله اهوت. من المساله برضو واضح ان اول خط سريان ماهوش مرسوم، بس هو الراجل بيعتبره ان هو موجود والخط بتاعه موجود، وده برضو من الخط ده بتاع الطبقه الغير منفذه موجود، فما بيرسمش الخط بتاع السريان الاخير عشان يرسم شبكه السريان اللي عنده. نفس الكلام لو انا عندي شيت بايل اهوت بس في جزء اهوت، فجيت قلت لك لو انا عندي مساله بهذا الشكل، فكل اللي بيحصل ان انا المساله متماثله، فباجي عند السنتر لاين هنا اهوت وباخد جزء المساله ده اهوت برسمه لوحده اللي انا كنت لسه مطبق عليه من شويه، واللي انا برسمه هنا اهوت في الجزء ده هو اللي انا هرسمه المفروض للجزء الثاني، بس بناخد نص المساله بس وبنبدا نرسمها. بس في مشكله في المساله زي دهيت، وانت بتحسب الميه اللي جايه من اليمه دي ومدي هتديك هنا كيو، والميه اللي المفروض تطلع من اليمه دي المفروض برضه هتديك هنا كيو، يبقى وانا بحسب الكيو القانون بتاعها كان بيقول ايه؟ كان الكي في الاتش مضروب في الان اف على الان دي. مفيش مشكله، يبقى الكلام ده من نص المساله، يبقى لازم اضرب هنا في كام؟ يبقى لازم اضرب هنا في 2 عشان المساله كانت فيها جزئين وفيها تماثل، يبقى الكيو اللي موجود عندك لازم تنضرب في 2 عشان التماثل. طيب تعالى كده نشوف مساله لو انا عندي شيت بايل او سد بهذا الشكل، في شيت بايل في البدايه وشيت بايل في النهايه والطبقه الغير منفذه تعالى نقول تحت اهيت، اقدر ارسم شبكه السريان اللي موجوده عندك، وده المفروض بيبقى اول خط سريان، معلش مش هيبقى بقى مظبوط شويه، ادي اول خط سريان اهوت هيكون ملاصق للمنشا، طبعا هينزل مع الشيت بايل ويبدا يطلع ويبدا يجي اليمادي ويطلع، ادي اول خط سريان، اخر خط سريان هيكون ملاصق للطبقه الغير منفذه اهيت، ما بين اول واحد واخر واحد، فهنبدا نقيس المسافه دي ونقسمها لثلاث مسافات اهوت، نفس الكلام من هنا لهنا هبدا اقيس المسافه ونقسمها لثلاث مسافات اهيت، مفيش مشكله، ونبدا نحاول نرسم خطوط الى حد ما بتوازي اول خط، طبعا مش هنلف بقى كده ونلف معاه جوه، لا ده هننزل بس دخله بسيطه ونبدا نطلع تاني كده وهكذا، نبدا نطلع هنا اهوت، ادي الخط التاني، الخط التالت نيجي بيه كده وهكذا، طبعا انت تقدر تظبطها احسن من كده على اساس ان انا برسم بايدي بالماوس ومش طالعه مظبوط. خطوط تساوي الجهد طبعا ادي اول خط تساوي جهد وده اخر خط تساوي جهد عندي، ما بين الخطوط دي في طبعا اقدر ارسم خطوط تانية عشان اكون مربعات، وادي المربعات اللي موجودة عندي اللي بتكون بهذا الشكل، طبعا الكلام ده كله ما فيش اي مشاكل فيه بهذا الشكل عشان اقدر ارسم شبكة السريان اللي موجودة عندك، معلش الى حد ما مش مرسومة مظبوطة، بس ان شاء الله هتلاقيها لو معاك الورق مرسومة مظبوطة في الورق وواضحة اكتر، عشان اطلع في النهاية ال ان اف عدد خطوط تساوي اللي هم دايما في المساله، لو انا خدت خطوط السريان اربعه خمسه يبقى دول ال ان اف بيساوي اربعه، وببدا اطلع ال ان دي حصل كم مره فقد في الجهد، او اللي انا ببدا ارسمهم حسب تكوين المربعات، وده رقم بيتغير من المساله الثانيه ومن واحد للثاني. لو انا عندي فلتر في الاخر بهذا الشكل وعندي شيت بايل وده السد اللي موجود عندك اهوت، وهنا طبعا في كي اليمادي وهنا في كي اليمادي، فدي شبكه السريان اللي موجوده عندك، بس برضو دايما المسائل اللي منقوله في من اي كتاب اول خط سريان اللي المفروض يكون هنا واخر خط سريان المفروض يكون هنا هم دايما ما بيرسموش عشان على اساس ان الخطوط بتاعته مرسوم. والمسألة التانية لو انا عندي فلتر في المنطقة دهيت، الفلتر ده هو بتبدأ خطوط السريان كلها تتجمع جوه الفلتر، يبقى لو انا عندي خط سريان المفروض لو انا هرسم خط سريان اليمادي هناوت كمان، يبقى المفروض هيبدأ يلف ويخش جوه الفلتر، يبقى مش هيبدأ يطلع بقى اليمادي زي ما كنت برسم، يعني خط السريان اللي المفروض ما يطلعش المفروض يطلع كده، بس المنطقة دي مش هتطلع او خطوط السريان بتاعها مش هيطلع، ده هيلف ويخش ليها جوه الفلتر، يبقى الخط ده المفروض غلط، يبقى اي فلتر او جريدة فلتر هو بتبدا تجمع فيه الميه بتاعتي، خاصه لو هو موجود في الداون ستريم يمه نهايه السد اللي عندي. تعالى كده نشوف
ادي برضو مسألة بهذا الشكل. في ملحوظة تانية في الاكزامبل ده هوت خلاف الموضوع بتاع الفلتر اللي موجود عندي، ان هنا هوت في عندنا حاجة اسمها بلانكت. بلانكت معناه كتلة من الخرسانة. يبقى كلمة بلانكت او امبريفيوس بلانكت، معنى كلمة امبريفيوس بلانكت او بلانكت لوحدها ان الكتلة اللي انا بشاور عليها ديت بتكون من الخرسانة. معناها لما تيجي المية تيجي هنا هوت تحاول المية تعدي ما تعديش، لانها امبريفيوس، لانها من الخرسانة غير منفذة. فببدأ سريان المية من بعدها مباشرة. يبقى اول خط سريان المفروض هيجي كده ويمشي ملاصق للطبقة طبقة البلانكت، ويبدأ يرجع بقى، يبدأ يكمل بقى مشواره وملاصق للمنشأ ويخش على منطقة الفلتر اللي عندي، والخط اللي بعده اهوت، والخط اللي بعده اهوت، وهكذا. وطبعا اخر خط اوعى تنسى اللي هو ملاصق للطبقة الغير منفذة. تعالى نبدأ نشوف اخر حاجة العوامل المؤثرة على نفاذية التربة، الفاكتور افكتنج سويل بيرميابيليتي. ايه العوامل اللي بتأثر في نفاذية التربة؟ أول فاكتور بيأثر في نفاذية التربة جم قالوا نسبة الفراغات، لأن المية بتمشي في الفراغات، وبالتالي الفراغات اللي عندك هي بتأثر على النفاذية بتاع التربة. يبقى الفراغات المية بتمشي في جواه، وبالتالي كل ما بيقول ايه، بيقول ايه بقى، تزداد النفاذية بارتفاع الفراغات، نسبة الفراغات من الحبيبات. يبقى كل ما الفراغات تزيد كل ما النفاذية هتزيد، وبالتالي اوعى تنسى حجم الحبيبة. فقال لك لو الحبيبات حجمها كبير النفاذية بتزيد، لأن الحبيبة لما تكون حجمها كبير الفراغات هتكون كبيرة حواليها، وبالتالي النفاذية هتكون كبير. تعال نشوف الفاكتور رقم 3 شكل الحبيبات. قال لنا تنخفض النفاذية، النفاذية بتقل لو الحبيبات دائرية، التي شكل حبيباتها دائري عن الشكل الزاوي. يبقى النفاذية بتاع التربة الدائرية بتكون أقل من النفاذية لو أنا عندي الحبيبات بتاعتي شكلها غير منتظم أو زاوي الأنجلر. درجة الحرارة جوهم قالوا والله درجة الحرارة ده هوت هيأثر على لزوجة المية، وبالتالي النفاذية بتزيد لما درجة الحرارة تزيد، لأن لو لما درجة الحرارة بتقل إذا المية بتتحول لتلج، فاللزوجة بتاعته بتقل، وبالتالي كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما النفاذية بتزيد. تعال نشوف درجة التشبع. التربة لما تكون مشبعة بالمية هتكون صعبة ان المية ديت بتكون مالية الفراغات، وبالتالي صعب ان المية تمشي فيها. فجوهم قالوا تقل النفاذية لما تكون التربة مشبعة او درجة تشبعها عالية. يبقى دول 5 عوامل بتأثر في نفاذية التربة. يبقى اول حاجة نسبة الفراغات لما تزيد النفاذية بتزيد، حجم الحبيبات لما الحجم الحبيبات بيزيد النفاذية بتزيد، التالتة شكل الحبيبات، فالشكل الحبيبات لما يكون دائري النفاذية بتقل، لأن الحبيبات الدائرية بالفراغات ما بتاعتها بتكون أقل، وبالتالي النفاذية بتقل. درجة الحرارة بتأثر على النفاذية، فكل ما الحرارة بتزيد كل ما النفاذية بتزيد. التشبع كل ما التربة تكون مشبعة أكتر كل ما النفاذية بتقل. يبقى بكده شفنا العوامل اللي بتأثر فيها نفاذية التربة، وده سؤال نظري مهم بنبدأ نتعرض ليه في المسائل. يبقى بكده شرحنا شابتر 6، باقي لنا في شابتر 6 جزء مسائل، والجزء بتاع المسائل بتاعنا هنبدأ نشرحه في الجزء الثاني إن شاء الله، عشان نكون أنهينا هذا الشابتر ونبدأ في شابتر 7 بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.